أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 17 من برنامج مدرس على الهوى. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة مستر محمد منصور، واللي هيشرح لنا جرامر يونت 7 أكتيف أند باسيف فويس. صباح الخير يا مستر. صباح الخير مستر أحمد. جود مورنينج. جود مورنينج دكتورة فاتن. جود مورنينج. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مستر احمد. صباح الخير مستر محمد. النهارده حضرتك هتشرح لنا الاكتيف والباسيف ان شاء الله. إن شاء يوم الله. موفق وحلقه موفقه. اتفضل. ان شاء الله. بنقول صباح الخير على اولادنا وبناتنا طلاب الثانويه العامه. ان شاء الله درس مهم جدا النهارده، باسيف فويس. ده جرامر يونت 7 و8 و9، متقسم في المنهج بتاعنا على 3 يونتس. احنا هناخده واحده واحده. هنبدا نقسم النهارده البريزنت تنسز، ازمنه المضارع كلها، مع بعض الحالات الخاصة، وإن شاء الله برضو في حلقات جاية هنبدأ نكمل الحالات بتاعة الباست سيمبل، الماضي البسيط والباست كونتينوس والباست بيرفكت، وبعد كده فيها يكون في حلقة للكوزيتيف للسببية، ودي النوع الثالث من الباسيف. هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع أزمنة البريزنت. In the name of Allah, most gracious, most merciful, today we are going to speak about the passive form. صباح الخير على طلابنا وبناتنا طلاب ثانوية عامة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس الأكتف والباسيف. في البداية لازم نعرف ولادنا إيه الفرق بين صيغة الأكتف وصيغة الباسيف. تمام. مبدئيا صيغة الأكتف هي الصيغة اللي احنا بنتكلم بيها عادي جدا. أي جملة بتتكون من subject وverb وobject، زي اي جمله طبيعيه. لو انا حبيت اتكلم واقول علي بيلت ا هاوس، علي قام ببناء منزل، دي جمله عاديه مكونه من سبجكت وفيرب واوبجكت. اي جمله حابب ان انا احولها لصيغه الباسيف لازم شرط اساسي يكون فيها اوبجكت، يكون فيها مفعول. لو ما فيهاش مفعول هيبقى صعب جدا ان انا احولها لباسيف. بمعنى انا لو قلت علي بنى منزل، لو حبيت ابدا جملتي ب هاوس المنزل، اقول المنزل بنى ولا بني؟ بني. دي صيغه الباسيف اللي بنتكلم فيها. لما اقول الدوله تقيم الكثير من المشروعات، لما احب احولها لصيغه الباسيف هتبقى كثير من المشروعات تقيم ولا تقام؟ تقام. اذا مبنيه للمجهول، دي صيغه الباسيف. اذا لو انا عندي في الجمله اوبجكت هيبقى عندي امكانيه ان انا احولها لباسيف، ما عنديش اوبجكت مش هقدر احولها لباسيف. طيب الباسيف احنا بنستخدمه ليه؟ مبدئيا لما يكون التركيز على الفيرب، الفعل اللي موجود في الجمله، اكتر من الفاعل اللي عملها. بمعنى انا في المثال ده قلت علي بيلت ا هاوس، لو حبيت ابنيها للمجهول هتبقى ا هاوس، الجملة دي صيغتها past simple ماضي بسيط، فبالتالي هتبقى a house was built by علي. هلاحظ هنا ان الاوبجكت المفعول تحول لصيغة، بقى هنا في وضع السبجكت، بقى عندي الفيرب اللي موجود في الجملة اتقسم لجزئين، وهنتكلم دلوقتي على الشكل العام بتاع التنسز بتاع الأزمنة، وهنشوف مع بعض برضو ازاي الفاعل اتحول لصيغة المفعول. انا تركيزي كله دلوقتي ان انا اقول المنزل بنى ولا بني؟ بني. خلاص انا ذكرت في الجمله اللي قام بالفعل اللي هو الدور اللي قام بالحدث، فجبته في اخر الجمله وسبقته بكلمه باي. طب هل ده بيختلف في التنسز في الازمنه؟ ناخدهم واحده واحده كده معانا. اولا عندي بريزنت سيمبل، وعندي بريزنت كونتينوس، وعندي الانفينيتيف الفعل في المصدر. دول الحاجات اللي متقسمه في جرامر يونت 7. طيب بنشتغل عليهم ازاي؟ مبدئيا لازم نعرف ان في بعض الافعال التي لا تبنى للمجهول، لان في طلبه هيحصل لهم مشكله كبيره جدا في الوضع ده، ما بيبقوش عارفين يعني ايه فعل بيتبنى للمجهول ويعني ايه فعل ما يتبناش. يعني لو قلت علي swims in the pool every day، علي يسبح في حمام السباحه كل يوم، لو حبيت ابنيها للمجهول هلاقي الجملة مكونة من subject ثم verb
ثم هاجي ادور على الاوبجكت المفعول اللي عندي مش هلاقيه موجود، فبالتالي الجمله مش هتنفع تتبنى للمجهول. فاول معلومه لازم ولادنا وبناتنا يعرفوها ان في بعض الفيربس، بعض الافعال التي لا تبنى للمجهول مطلقا، مش هينفع تتبنى للمجهول. وسببها الاساسي ان مفيش اوبجكت بيجي بعدها، زي عندي سوام، عند ران لو معناها يجري، لكن لو معناها يدير بتتبنى للمجهول عادي. عندي سوام، عندي ديسابير يختفي، عندي كولابس ينهار، ينهار. تمام، قلنا من شويه قلنا سوام اللي هي يسبح، جو، كم. الفيربس دي مفيش بعدها اوبجكت، خلاص بقيت انا مجبر ان مش هينفع يجي بعدهم مفعول، فبالتالي مش هتتبنى للمجهول. طيب السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ في الامتحان طبعا زي ما احنا عارفين ان لحد العام القبل الماضي كان بيجي لنا فاين ميستيكس، اوجد الاخطاء، كان بيبقى السؤال شيق اكتر من كده فيها. لكن حاليا احنا هنتعرض لسؤال الاختياري فقط لا غير في صيغه الباسيف. يعني اولا نتكلم على البريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل المضارع البسيط لازم نعرف صيغه الاكتيف منه بيتكون من ايه، ثم الباسيف. الاكتيف منه بيكون فيرب انفينيتيف، فعل في المصدر، او فيرب بلس اس. ده البريزنت سيمبل. لو انا حبيت اجيب منه صيغه الباسيف هلاقي فيرب تو بي، ام واز وار، بلس البي بي زائد التصريف الثالث. ونحط في اعتبارنا معلومه مهمه جدا جدا جدا، اي فعل في صيغه الباسيف هيكون عندي جزء من فيرب تو بي يليه الباست بارتيسيبل يليه التصريف الثالث. يعني ايه جزء من فيرب تو بي؟ جزء من فيرب تو بي ده ممكن يكون ام واز وار، ممكن يكون واز وير، ممكن يكون بي، ممكن يكون بينج، ممكن يكون بين. اي جمله باسيف في الدنيا لازم الاقي فيها جزء من فيرب تو بي ما عدا الكوزيتيف اللي هو جرامر يونت 9. غير كده اي صيغه باسيف عندي لازم ادور على جزء من فيرب تو بي. السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ يقول لي ماي روم، وجاب لي سبيس وقال لي ديلي يوميا، كلين كلينز، is cleaned is cleaning. ونبدأ نختار. أبدأ أبص لجملتي وأبدأ أترجم. My room الحجرة بتاعتي إيه يوميا؟ هل حجرتي هنا هي السبجكت، هي الفاعل، ولا هل هي الأوبجكت اللي بيقع عليها الكلام؟ هنا هي الأوبجكت. فحجرتي تنظف ولا تنظف؟ تنظف. إذن الجملة بتاعتي باسيف. وطالما هي باسيف نركز على الجملة اللي أنا قلتها، جزء من فيرب to be ثم التصريف الثالث. هل هنا في verb to be؟ No. Verb to be؟ No. Verb to be okay. Past participle okay. Verb to be okay. Past participle no. هلاقي الصيغة الوحيدة اللي تنفع معايا هي is clean. ولما اجي هترجمها هقول حجرتي يتم تنظيفها يوميا. طبعا لازم ناخد بالنا ان هنا في الجملة كلمة daily. فلما الاقي daily, everyday, sometimes, often اللي هي الادفيربس اوف فريكوانسي، ظروف التكرار اللي بتدل ان الحدث ده بيحدث بشكل متكرر، ببقى عارف ان الجمله بتاعتي present simple مضارع بسيط. فمبدئيا لازم اعمل خطوتين وانا بحل. الخطوه الاولى احدد التنس بتاع الجمله. بحدد التنس بتاع الجمله ازاي؟ عن طريق نقطتين. يا اما ممكن بيديني keywords، كلمات داله، وده ما بنلاقيهوش كتير، زي الادفيربس اوف فريكوانسي، يوجوالي، سام تايمز، اوفن، اولويز، وهكذا. واحيانا ممكن من سياق الكلام، بمعنى انا قلت الحجره بتاعتي تنظف ولا تنظف، خلاص بقت از كلين، بقت جزء من فيرب تو بي ويل بي بي. لكن ممكن يقول لي ماي روم الغرفه بتاعتي ات ذا مومنت، وقال لي از كليند از كلينينج is being cleaned has been cleaned. لو اخذنا جملتنا بهدوء، my room حجرتي ايه at the moment في هذه اللحظة. نبدأ ناخدها بهدوء. الحجرة بتاعتي تنظف ولا تنظف؟ تنظف. اذا اتفقنا ان هي passive، فلازم ادور على جزء من verb to be ثم البي بي ثم التصريف الثالث. انت فيرب تو بي اوكي، البي بي معايا، فيرب تو بي اوكي، تصريف ثالث نو، فيرب تو بي تمام، والبي بي ما
معايا فيرب تو بي نو بس عندي البي بي هلاقي في اثنين اختيارين ممكن اشتغل عليهم از كليند واز بينج كليند مضارع بسيط ومضارع مستمر وات از ذا ديفرنس ايه بقى الاختلاف ما بين الاثنين ما بين البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينوس دايما بنقول ان البريزنت سيمبل هو زمن يعبر عن الديمومه اي الاشياء الدائمه اللي هو بيعبر عن فاكتس عن حقائق بيعبر عن هابتس عن عادات وممكن تايم تيبلز ان ذا فيوتشر جدول مواعيد في المستقبل فانا لو بصيت للجمله دي حجرتي ايه في هذه اللحظه هل انا بتكلم على شيء دائم ولا بتكلم على شيء تيمبوراري مؤقت تنظيف الغرفه هل هو دائم بيحصل كل يوم متكرر بيحصل كل يوم ولا انا بوصف حاجه مؤقته اعتقد انا بوصف حاجه مؤقته لان قلت ات ذا مومنت في هذه اللحظه خلاص بقت مضارع مستمر البريزنت كونتينوس وطالما انا قلت بريزنت كونتينوس مضارع مستمر خليك فاكر دايما ان فيرب تو بي اللي هنلجا ليه هو كلمه بينج يبقى انا مع الـ present simple كنت بجيب am و is و are و الـ pp لكن مع الـ present continuous بجيب am و is و are ثم بجيب being ثم الـ pp طب أنا بختار am و is و are على أساس إيه؟ لازم أشوف الـ object اللي جالي في بداية الجملة هل هو singular or plural لو هو مفرد بشتغل على is لو هو plural جمع بشتغل على كلمة are فالجملة دي أصبحت واضحة بالنسبة لي يبقى إيه الفرق بين الـ present simple و الـ present continuous؟ الأشياء الدائمة المتكررة present simple أما الأشياء المؤقتة هي present continuous مضارع مستمر طيب لو رحنا لنقطة تانية برضو ودي من النقاط المهمة عندي في الpassive ممكن يقول لي my flat الأرضية no flat شقتي it's a synonym to apartment هي مرادف لكلمة apartment my flat الشقة بتاعتي وجاب لي space وقال لي yet وقال لي isn't decorated hasn't decorated hasn't been decorated wasn't decorated اتفقنا في الامتحان لازم نعمل حسابنا على حاجتين الحاجة الأولى لازم أحدد التنس بتاع الجملة الحاجة التانية لازم أشوف الأوبجكت اللي جالي في بداية الكلام عايز أعرف هو مفرد ولا جمع مبدئياً أنا شفت كلمة yet just already ever never yet since for so far up till now lately recently كل دي keywords صريحة 100% على زمن الـ present perfect وطالما أنا قلت perfect أكيد يبقى أنا في الـ passive هدور على كلمة been لما قلت continuous قلت being لكن لما أجي أتكلم على الـ perfect أكيد أجيب كلمة been طبعا أي طالب شاطر عارف أنه بمجرد ما بيشوف كلمة yet عارف أنها بتيجي في نهاية الجملة المنفية أو في نهاية السؤال شرط اساسي عشان استخدم يت هنا عايز محتاج جمله منفيه الاربعه منفيين لكن مين فيهم present perfect مين فيهم مضارع تام اعتقد عندي present perfect hasn't decorated و hasn't been decorated الاثنين التانيين ده present simple وده past simple هستبعد الاثنين دول هسال نفسي السؤال التاني my flat الشقه بتاعتي لم تزين ولا لم تزين تزين اذا هنا هي في وضع الاوبجكت المفعول الذي يقع للكلام خلاص بقت الجمله باسيف يبقى هدور على جزء من فيرب تو بي ويل بي بي عندي بي بي لكن ما عنديش فيرب تو بي هنا عندي الجزئين بن وديكوريتد اذا بكل هدوء وانت بتتعامل مع الجمله بتاعتك انت محتاج حاجتين تحدد التنس بتاعك ثم تبدا تروح للاوبجكت وتشوف هل هو سنجولر ام بلورال في اشكال تانية مستواها اعلى شويه واصعب شويه في الامتحان هنتعامل معاها بعد المثال اللي جاي لو قلنا the government is carrying out many projects الحكومة تنفذ كثير من المشروعات الجملة دي واضح انها في صيغة الاكتف ليه في صيغة الاكتف اي نعم عندي verb to be لكن ما عنديش البي بي ما عنديش التصريف الثالث خلاص اتأكدت انها في صيغة الاكتف زمانها
present continuous مضارع مستمر لان الفيرب عندي في اي ان جي. طيب لما اجي احول جمله زي دي الباسيف لازم احدد الاوبجكت، الحكومه تنفذ كثير من المشروعات، يبقى انا المفروض ابدا بميني projects كثير من المشروعات. انا كاتب هنا is carrying، مش شرط ان الجمله الاساسيه فيها is، يبقى لازم لما اجي احولها الباسيف يكون فيها is. انا بتعامل هنا مع اوبجكت جديد خالص، جمع هنا بقى جمع، لازم is دي تتحول ل are، ويبقى many projects are being carried out، كثير من المشروعات are being carried out تنفذ حاليا. ايه اللي عرفني ان الجمله باسيف؟ جزء من فيرب تو بي ثم البي بي ثم التصريف الثالث. طيب المودلز الافعال الناقصه ويل وود كان وكود شال وشود وماي ومايت وماست، ومش بس دول اللي بيجي بعدهم الانفينيتيف، لا اني فيرب اي فعل followed by infinitive or two plus infinitive we should use verb to be we should use the infinitive be. لما اجي اتكلم على اي فعل من الافعال الناقصه اللي بيجي بعديه الفعل في المصدر لازم استخدم بي الفعل الاساسي. نشوف كده بعض الاكزامبلز الامثله اللي هتبين اللي انا بقوله في المثال اللي جاي. هناخد مثال اكتف ونحوله الباسيف. هجيب مثال اكتف واحوله الباسيف واشوف اي نوع من انواع فيرب تو بي اللي انا هستخدمها. تمام. هقول our state will open new schools. state ممكن يبقى معناها الدولة، ممكن يبقى معناها المقاطعة، ممكن يبقى معناها المكان اللي احنا عايشين فيه. الدولة بتاعتنا او حكومتنا او المنطقة اللي عايشين فيها سوف تقوم بافتتاح new schools مدارس جديدة. تمام. اولا الجملة دي في صيغة الاكتف subject verb ثم object. ليه الجملة دي مش باسيف؟ ما عنديش فيرب تو بي، ما عنديش البي بي، ما عنديش التصريف الثالث، فما اقدرش احكم عليها. حابب احولها باسيف زي ما اتفقنا، ابدا بالاوبجكت نيو سكولز مدارس جديده. طيب ويل اوبن ده زمن فيوتشر المستقبل، عارفين كلنا ان ويل بيجي بعديه الفعل في المصدر، طالما قلنا مصدر يبقى انا محتاج بي، يبقى ويل بي ويل بي بي والتصريف الثالث، يبقى will be opened by our state. يبقى مدارس جديدة سوف تفتح ولا سوف يتم افتتاحها؟ سوف يتم افتتاحها. خلاص جملة passive مبنية للمجهول، هلاقي verb to be، هلاقي past participle، هلاقي التصريف الثالث. ليه حضرتك تحديدا اخترت be؟ ما احنا قلنا لو هو continuous مستمر اكيد هدور على being، لو هو perfect تام اكيد هدور على بين، اما لو هو بقى بيجي بعديه الانفينيتيف الفعل في المصدر يبقى انا محتاج بي. they are going to help our children. they are going to help، هم سيقوموا بمساعده ابنائنا واطفالنا. لو حبيت اعمل الجمله دي باسيف مبني للمجهول هبدا ب our children ابنائنا، ده الاساس عندي are going to be helped، واسال نفسي سؤال ابنائنا هم الذين سيساعدوا ولا سيتم مساعدتهم؟ يتم مساعدتهم. إذن هما هنا في وضع الأوبجكت في وضع المفعول، يبقى لازم تبقى الجملة باسيف مبنية للمجهول. ويعني إيه مبني للمجهول؟ يعني جزء من فيرب تو بي ثم البي بي ثم التصريف التالت. بكل بساطة present simple مضارع بسيط am with are plus البي بي. أما لو present continuous مضارع مستمر هيبقى am with are being والبي بي. أما لو أي فعل من الأفعال اللي بيجي بعدها الفعل في المصدر انا مطلوب مني ان انا اجيب بعدها بي وثم الباست بارتيسيبل، سواء كان ويل سواء كان وود سواء كان كان سواء كان كود، ايا كان فيهم انا محتاج فيرب تو بي. دي الجمل العاديه اللي بنستخدمها في ازمنه البريزنت العاديه خالص اللي هو المضارع او المصدر. طيب محتاجين بعض الاسئله اللي تبقى مميزه شويه في الامتحان، ناخدهم بهدوء. اول جمله في اختلاف عن الشكل القديم؟ مفيش اي اختلاف عن الشكل القديم في الجزئيه دي، مفيش أبداً. هو هو
لما أقول a lot of children every year. Kidnap, kidnaps, is kidnapped. يعني ايه كدناب؟ get kidnap. ايوه من عارفه. ايوه تمام. الverb الاساسي اللي عندي هو كدناب. يعني ايه كدناب؟ يعني يختطف. ده اول سؤال سألته، يعني ايه كدناب؟ يعني يختطف. كثير من الاطفال يختطفوا كل عام ولا يتم اختطافهم؟ يتم اختطاف. إذن دي جملة عادية ولا باسيف؟ لا عادية. باسيف. يبقى أدور على جزء من فيرب تو بي ثم تصريف. أنت فيرب تو بي؟ لا. لا. أنت فيرب تو بي؟ لا. أنت فيرب تو بي؟ أيوة. وتصريف ثالث؟ أيوة. أنت فيرب تو بي؟ لا. أنت تصريف ثالث؟ لا. أكيد الإجابة مين؟ إز كدناب. ويبقى الطالب طالع من الامتحان فرحان جدا ومبسوط إنه جايب الدرجة النهائية. والإجابة بتاعته غلط. غلط. ليه؟ لأنه ما طبقش اللي أنا قلته. ما ركزش قبل الزمن وشافش. ما خدش باله إن تشيلدرن هنا جمع والجمع عمره ما ياخد إز، المفروض ياخد آر. طب حضرتك اللي كاتب المثال غلط. أنا مش كاتب المثال غلط. يوجد بعض الأفعال التي لا تبنى للمجهول باستخدام فيرب تو بي فقط، يمكن استبدالها بفيرب تو جيت. لايك زي إيه؟ زي كدناب، زي كل، زي أرست اللي هو يقبض على، وزي يقتل، وزي يختطف. الأفعال دي ممكن أقول got arrested قبض عليه، وممكن أقول was arrested قبض عليه. أقولها الأفعال البوليسية عشان أفضل فاكرة. لا مش لازم الأفعال البوليسية، مش كل الأفعال البوليسية، يعني كل مش من الأفعال البوليسية، لكن arrest معايا وكدناب معايا وهايجاك معايا منه. برضو دي مهمة جدا بالنسبة لنا وطلبة كتير بتوع جدا فيها. خلي بالنا إن الجملة دي present مضارعة. لو الجملة دي كانت past لا كانت ماضي كان زمان دي بقت got kidnapped. أقدر أصرف كلمة get عادي خالص. دي أول لقطة. اللقطة الثانية جاب لي وقال لي ده فيلم أو this film، هذا الفيلم makes me cry، هذا الفيلم يجعلني أبكي. لو حبيت أبني الجملة دي للمجهول هبنيها إزاي؟ كلنا عارفين إن الجملة بتتكون من subject verb ثم object. لو حبيت أبني المجهول أكيد أنا هبدأ بكلمة me. مي لما تتحول لسبجكت هتبقى آي. جميل قوي. هنا ميك يجعل، لما بنيها للمجهول عشان هي مضارعة هتبقى آي أم ميد. السؤال بيجي في الامتحان بالشكل ده آي أم ميد وسبيس باي ذس فيلم كراي كراينج تو كراي ولا كرايز. لازم اخد بالي ان في some verbs، في بعض الافعال في حاله البناء للمجهول يجب ان يتم إيضاح واضافه preposition حرف جر. زي ايه؟ زي كلمه make. make لما يتبنى للمجهول لازم اجيب بعديه to plus infinitive to المصدر، يبقى I'm made to cry. انا بيتم جعلي ابكي كل يوم لما بشوف الفيلم ده. خلاص لاني مش انا اللي ببكي لوحدي، انا باجبر على البكاء بسبب الفيلم ده. فميك لما بتتبنى المجهول يبقى معايا تو والمصدر. طب عندي سؤال بسيط. علي او اكيك مش دي تو المصدريه؟ يس دي تو بلس انفينيتيف. اكيك از ميد علي افري داي in on for two. وقال لي اختار. أكيد اي طالب من الطلبة حبايبنا اللي كان مركز معانا شاف ان كلمة make مبني للمجهول
فقال السير قال لي ان كلمه ميك لو هي مبنيه للمجهول شرط اساسي اجيب بعدها تو المصدر، فعلى طول هيروح هيختار مين في الاختيارات، هيختار كلمه تو بس ما فيش مصدر، بس ما فيش فين مصدر، يبقى الاجابه بتاعتي غلط. بقى الاجابه فور فور A cake is made في كعكه تصنع فور علي من اجل علي كل يوم. يبقى انا مش مجرد يا جماعه بحفظ قاعده معينه وببدا اثبتها في الامتحان، ممكن يجي لي تكات بسيطه كده ولقطات. الطالب انا قلت 2 بلس انفينيتيف، ما تاخدش انت اللي على مزاجك، تاخد 2 وتشيل الانفينيتيف، لا في انفينيتيف عندك هتجيب 2، انما ما فيش يبقى انت 4 بلس والشخص اللي موجود عندي، يبقى دي واحده منهم. عندي some verbs like give like read. لازم الطالب بتاعنا احنا اللي يبقى مميز، طالب مدرس على الهوا لازم ياخد الحاجات الصغننه دي. انا بديله الاول الحاجات العامه البابليك اللي اي طالب لازم يكون عارفها قبل ما يدخل الامتحان، ولازم برضو اديله التكات الصغيره الفنيات بتاعت الخمسين بتاعت الدرجه النهائيه، لان هي نص درجه هو اللي هيفرق بين طالب وتاني، ونص درجه هتفرق معاك من كليه لكليه، هتوديك من مكان لمكان. فنركز مع بعض برضو في الامثله اللي جايه. علي جيف مي ابن. هنا بقى نتكلم على عندنا بعض الافعال، في افعال ترانسيتيف وافعال انترانسيتيف. عندنا في افعال في الانجليزي كمان بيجي بعدها مفعول او مفعولين، منهم ده علي جيف مي ابن، علي اعطاني قلم، ادي ده مفعول وده مفعول. لو حبيت ابنيها للمجهول عندي تو ويز، طريقتين. الطريقه الاولى مي هتبقى اي واز جيفن، طبعا لان الجمله هنا باست سمبل ماضي بسيط، اي واز جيفن ا بن باي علي. انت بتاخد درس مع مستر؟ وهنا انا بدات بالاوبجكت بالمفعول الاول اللي بنسميه المفعول العاقل. في حاله ان انا ابدا بالمفعول العاقل هجيب فيرب تو بي ثم الباست بارتيسيبل وما عنديش اي مشكله واقول سلام عليكم. لكن لو هبدا بالمفعول الثاني اللي هو ابن وهبدا واقول ابن واز جيفن وهيجي بعدها بقى الاوبجكت بتاع الثاني، يبقى هقول ابن واز جيفن تو مي باي علي، في قلم اعطي لي بواسطه علي. بقت الجمله بتاعتي بالشكل ده. يبقى انا لازم اخد بالي كويس قوي 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 ان كلمه جيف لو اتبنت للمجهول وجا بعدها المفعول اللي هو الغير عاقل ما بجيبش بريبوزيشن، ما بجيبش حرف جر. لو جا بعدها المفعول العاقل لازم يكون في بريبوزيشن حرف جر. ابن واز بوت مي باي علي ان اون تو فور. اتفضلي يا دكتوره. Appen was bought not me by Ali. لا مش عارفة. In هستبعدها. On هستبعدها. هيبقى عندي two وهيبقى عندي four. أي طالب هيقول سير شغال من ساعتها ميك وهيجيب معاها two plus infinitive. حضرتك لقطتي الموضوع بسهولة جدا. إن أنا جبت two والمصدر بس ده مع ميك. مع العلم إن أنا جبت two هنا. مفيش مصدر. جميل. في بعض الافعال اللي بتاخد معاها 2 في بعض الافعال اللي بتاخد معاها 4. اشهر الافعال دي هو جيف وباي. جيف هشتغل معاها على 2، باي بشتغل معاها على 4 في حاله ان هي تكون باسيف مبنيه للمجهول. دي بعض الازمنه السمبل البسيطه خالص. طيب في مثالين محترمين جدا برضو لو جم في الامتحان يعملوا ازمه لاي طالب. انت بتسالني في حاجه لسه ما شرحتهاش. انا ده الطبيعي ان الطالب يشغل دماغه وهو بيحل، لانه مش هيلتزم بقاعده واحده. يعني انا بشرح النهارده جرامر، بشرح ستراكشرز، تمام، لكن الحاجات دي ما هيش حاجات جامده، ما هيش ثوابت. لو ثوابت يبقى كل طالب هيحفظ كلمتين وهيخش يحطهم في الامتحان، انما لازم يشغل دماغه. اكيد في فرق بين دي وبين الجمله اللي قبلها. طب دي ليه ودي ليه؟ انا عندي اربع اختيارات، ليه الثلاثه دول غلط؟ لو الطالب سال نفسه وهو بيحل في الامتحان ليه الثلاثه دول غلط واخترت دي، اكيد هيجيب الفول مارك زي ما عملنا دلوقتي. زي ما عملنا، لكن للاسف ان بعض الطلبه بتختار بالشبه، بيقول انا بحل بالسنس، مش دايما السنس هيجيب معاه نتيجه. صح. في حاجات مش هتيجي معاه. لما اقول ماي كار نيدز وقال لي تو ريبير تو ريبيرد بينج ريبيرد to be repaired.
my car سيارتي needs وقال لي. هنا نبدأ نروح لمستوى أعلى شوية. إحنا عارفين كلنا إن need من الأفعال اللي محتاجة 2 plus infinitive محتاجة 2 والمصدر، لأن سيارتي تحتاج أن تصلح أو تصلح. إذن محتاج جزء من verb to be ثم تصريف تاني. أنت مش verb to be، أنت مش verb to be، أنت verb to be وأنت verb to be. هنا اللقطة، ليه مش هاخد being وليه هاخد to be؟ need من الأفعال اللي محتاجة 2 plus infinitive. عايز 2 plus infinitive في حالة الباسف أنت بتقول مصدر، المصدر يبقى محتاج مني كلمة في البداية قلت لنا عليها، بقت الإجابة to be reverb. اللقطة إن أنا أبقى عارف الفيرب ده هيجي بعديه مصدر ولا هيجي بعديه ING. هيجي بعديه مصدر يبقى الإجابة to be reverb. لكن لو مثال تاني، I don't like people cheating me. أنا لا أحب الناس التي تخدعني. كلنا عارفين ان لايك من الفيربس الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. فانا لا احب الناس التي تخدعني. لو حبيت ابنها للمجهول يبقى اي دونت لايك، انا لا احب ان اخدع ولا اخدع. اذا دي جمله باسيف مبنيه للمجهول. لايك من الفيربس اللي بيجي بعدها اي ان جي، احب ابنها للمجهول. انت بتقول اي ان جي، يبقى حضرتك محتاج مني being. يبقى I don't like being cheated. Being what? Being cheated. لازم البي بي، لازم التصريف الثالث. يبقى verb عندي like، verb plus ing هجيب being. طيب في جملة تانية محترمة، I don't like وقال لي love that. Be loved. Being loved. Laughing. أو إحنا نبسطها أكتر، نشيل loved دي خالص ونسيب at. I don't like be loved. Being loved. Laughing. هنا يبدأ الطالب يفكر، أنا لا أحب أن الفيرب اللي عندي هنا اصلا في المعنى هو love at، بمعنى يسخر من، اللي هي love at بتساوي make fun of بتساوي ridicule. فانا بقول انا لو احب ان اسخر من ولا يسخر مني، يسخر مني. هي ينفع اسخر من، ينفع، بس لازم اجيب بعدها complete sentence كامله. I don't like laughing at. الجمله هنا مش كامله. اذا الجمله بتاعتي هنا انا اللي في وضع ان انا ما بحبش يسخر مني، يبقى هدور على جزء من verb to be ثم تصريف. ادي verb to be، تصريف ثالث، verb to be وتصريف ثالث. اختياري be loved ولا being loved؟ being loved، لان like من الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. يعني يا سير اول ما اشوف كلمه like في الامتحان اجيب على طول بعدها الverb plus ing، اقول لك تمام. بس ايه رايك لما اقول لك would you like by strangers؟ To help, to be helped, being helped. هل تحب إيه بواسطة الغرباء؟ هل تحب أن تساعد بواسطة الغرباء ولا يتم مساعدتك؟ يتم مساعدتك. إذن جملتي هنا passive، يبقى جزء من verb to be ثم تصريف ثالث. يبقى أنت مش معايا، أنت معايا وأنت معايا. هختار يا ترى to be helped ولا being helped؟ أول طالب متسرع هيحل في الامتحان شاف كلمة like فيجيب بعدها being plus ing، مش واخد باله إن فيه would. وكلنا عارفين إن would لما بتيجي مع like بتبقى محتاجة 2 plus infinitive. يبقى الإجابة بتاعتي would you like to be helped؟ هل تحب أن تساعد؟ لقطات صغيرة وبسيطة تفرق جدا مع أي طالب. يبقى would you like، هل تحب أن يتم مساعدتك بواسطة الغرباء؟ طبعا اتاكدت اكتر ان الجمله باسيف عشان في باي موجوده هناك، والجمله بتاعتي عاديه خالص ما فيهاش اي مشكله. ادي فيرب تو بي وادي البي بي وادي التصريف التالت. عندي ايه كمان في الباسيف ممكن اتكلم عليه؟ عندي في بعض الافعال التي لا تبنى للمجهول ولكن يتم استبدالها بافعال اخرى مساويه لها في المعنى. يعني لو قلت هي هاز ا كار، هو لديه سياره او هو يمتلك سياره، ابني للمجهول الجمله دي ازاي؟ اي طالب هيفكر فيها هيقول لي a car، السيارة، وجايب دي present مضارع
يبقى is والباست بارتيسيبل is had by him. ايه ده؟ الشكل ده ازاي يجي كده؟ ازاي اقول a car is had by him؟ verb to have لا يبنى للمجهول ولكن يتم استبداله بفعل يساويه، بمعنى هو يمتلك سيارة، يبقى السيارة تمتلك ولا تمتلك؟ تمتلك. إذا أنا محتاج فعل بمعنى يمتلك، يبقى الإجابة بتاعتها تبقى is owned أو is possessed. أي verb من دول، أي فعل من الاتنين دول ينفع، لكن ما ينفعش أقول is had أبدا. نفس الكلام لو قلت he has pizza، هو بيتناول البيتزا، هقول the pizza is had، ما ينفعش. تاكلت طبعا البيتزا هنا تؤكل، يبقى is eaten by him. يبقى انا لازم ابدل verb to have بفعل يساوي اللي هو eat. ونفس الكلام ممكن برضو verb to have يجي بمعنى drink. طيب ايه كمان من اللقطات المهمه اللي ممكن نجيبها في الباسيف؟ في مثال كان جه في امتحان ثانويه عامه قبل كده، وبرضو كان سؤال مميز، وفي طلبه كتير حصل بالنسبه لهم مشكله في اجابته، لما قال I was advised by a famous doctor. I was advised by a famous doctor. أنا نصحت إيه بواسطة الطبيب؟ أنا نصحت ولا نصحت؟ نصحت. جميل قوي. To see, to be seen, being سين. ونحل. اي طالب في مثال زي ده هيركز ان في باسيف هنا في الجمله، انا نصحت ان ارى بواسطه الطبيب ولا ان يتم رؤيتي؟ يتم رؤيتي. اتنين باسيف ورا بعض. فالاجابه بتاعتي تو سي بقت بره الحسابات، يا ترى تو بي سين ولا بينج سين؟ اللقطه دي مهمه قوي. اي ادفايزد علي تو سي. كل الناس عارفة ان عندي بعض الافعال اللي لما بيجي بعدها object مفعول لازم اجيب بعدها tool ايه؟ لازم انا يكون عندي خلفية اصلا بالverbs الافعال اللي بيجي بعدها المصدر او tool المصدر او ing. فالطالب عارف هنا ان advice في مفعول يبقى بعدها tool المصدر. يرد زميله يقول لي بس قبل كده السير كان قايل لي لو مفيش مفعول بعد الverb advice اجيب الفعل باضافة ing. اقول له برافو عليك. يقول لي هنا advice مفيش بعدها ing، مفيش بعدها اسف مفعول، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى being seen. اقول له اجابتك غلط. مين اللي قال لك ان مفيش مفعول؟ يقول لي ما انا مش شايف مفعول اهو. اقول له طب بص تاني. يقول لي والله مفيش مفعول خالص. اقول له انت متاكد؟ يقول لي متاكد. اقول له طب تعالى، هي was advised دي اكتف ولا باسيف؟ قال لي باسيف. يبقى المفعول بيجي قبلها ولا بعدها؟ قبلها. اي هنا في وضع الاوبجكت، الاوبجكت موجود، فالاجابه بتاعتي تبقى to be seen. أنا نصحته أن يتم من رؤيتي. أصعب الحالات. إيه؟ من أصعب ومن الحالات ومن أفضل الحالات ومن الجمل المميزة جدا في الامتحان. بننهي بلقطة بسيطة خالص معانا. في some verbs بعض الأفعال التي تبنى للمجهول بس بشكل مميز شوية. People say علي is clever. الناس بتقول إن علي ماهر شاطر. عايز ابني الجمله دي للمجهول. بعض الافعال اللي بنسميها افعال الاقوال زي say، زي believe، زي think، زي know. الافعال دي لما باجي ابنيها للمجهول ليها طريقتين. الطريقه الاولى ودي ممكن نشوفها في الامتحان كتير باستخدام it و that. الجمله هنا present مضارع، فالاجابه بتاعتي it's said that علي is clever. يقال أن علي بيكون شاطر. الجملة بتيجي إزاي في الامتحان؟ بالشكل ده. هيجي لي كده ويجي لي كده ويقول لي اختار، ويقول لي it say ولا says ولا said ولا is said. عندي أسباب كتير يخلوا الجملة passive مبنية للمجهول. احنا اتفقنا هلاقي it ولا إزت هختار على طول باسيف. طب ليه مش سي وسيز وسيد؟ الجمله بادئه بات. ات ده غير عاقل. غير عاقل. ازاي الغير عاقل هيقول؟ فاذا اي حاجه في صيغه الاكتف فورم خلاص بره باد اتس سيد. الطريقه الثانيه ان انا ابدا بالسبجكت بفاعل الجمله الثانيه ويكون الاجابه بتاعتي علي از
said علي يقال to be clever. حضرتك عملت ايه؟ بدأت بفاعل الجملة التانية، جبت بعديه passive مبني للمجهول، ثم جبت to plus infinitive to المصدر. حضرتك كده اديتني حاجة حلوة، يعني أنا لما تجيلي الجملة قبل ما اختار لو أنا مش فاكر أحلها كأن أنا بعملها passive لوحدي، أكني بعملها rewrite عادي خالص بالطريقة دي، تقوم توصل لي. أسهل واحدة فيهم لو لقينا it و that بقت مبنية للمجهول. التانية لو لقيت subject فاعل ولقيت to هيبقى في الوسط باسيف مبني للمجهول، فممكن يلعب معايا اللعبة هنا. ممكن يلعب بقى طريقة تانية ويقول نورا is believed the poor every day وقال لي help helps to help helping. اتفقنا لو لقينا it و that يبقى في الوسط مبني للمجهول، لو لقينا فاعل و to يبقى في الوسط مبني للمجهول. طب لو لقينا فاعل ومبني للمجهول يبقى انا محتاج ان انا اروح لمين؟ لتو. بقت الاجابه بتاعتي to help. نورا is believed to help the poor. نورا يعتقد او يؤمن بانها تساعد الفقراء كل يوم. اخر مثال في حلقتنا النهارده بيكون صيغه باسيف في الجمله العاديه وصيغه تانية كمان مبنيه للمجهول بس في الشق التاني. يعني the match المباراه is expected next month to cancel to be cancelled to have cancelled will cancel. مثال مهم جدا، المباراة متوقع انها ستلغى الشهر القادم. انا بقول تلغى مش تؤجل، يعني احنا عندنا الماتشات في الدوري المصري بتتأجل كتير. في الاخر نقول باي مرتضى منصور ولا ايه؟ ممكن نقول باي مرتضى منصور او نقول لان في ماتشات لسه لحد دلوقتي تقريبا الاهلي لسه ما لعبش بيراميدز من السنه اللي فاتت، يعني بيتأجلوا ماتشات كل يوم. فالجمله دي لما اقول المباراة متوقع انها ايه الشهر القادم؟ انها ستلغي ولا تلغى؟ تلغى. اي طالب متواضع، وانا بقول عليه متواضع ليه؟ لانه هنا بيبدا يشتغل بالشبه، يقول لي اه انا شفت الجمله دي سيبني اجاوب، اقول له قول، يقول لي في هنا next month يبقى الجمله بفيوتشر مستقبل، يبقى الاجابه will cancel. طب تعالى معايا كده، المباراه متوقع انها ستلغي الشهر القادم ولا تلغى؟ تلغى. اذا دي جمله باسيف مبنيه للمجهول، في فاعل وفي مبني للمجهول، يبقى انا اكيد محتاج تو. دي بره الاجابه بتاعتي تو بي كانسل. ليه مش تو هاف كانسل؟ لما ناخد يونت 8 في الوحده الثامنه هنعرف ان لو الشق الثاني باست سمبل ماضي بسيط او بريزنت بيرفكت هشتغل تو هاف والتصريف الثالث، لكن طالما الجمله بتاعتي بريزنت او فيوتشر او مستقبل اشتغل على طول تو والمصدر. هنا باسيف مبنيه للمجهول يبقى تو بي كانسل. ده اول جزء في الباسيف عندنا، كان جرامر يونت 7. استنونا في جرامر يونت 8 و9 التكمله بتاعته النهاردة. درس مهم جدا 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 ومن اهم الدروس الموجوده عندنا في المنهج. اتمنى اولادنا الطلبه والطالبات يكونوا فهموا النهارده الدرس بتاعنا. اتمنى ان شاء الله في يونت 8 ويونت 9 نكمل اللي احنا بداناه، لان في الازمنه بتاعت الباست الماضي وفي الكوزيتيف الحاله بتاعت يونت 9 الدرس ده مفيش امتحان ثانويه عامه مش موجود منه سؤال. اتمنى ان الناس كلها تكون استوعبته. ممكن تسمع الحلقه مره واتنين، تقدر تتدرب، تجيب النوت بوك بتاعتك تبدا تحل اسئله عليهم، وما تنساش حاجتين، احدد التنس الزمن بتاع الجمله وبص على الفاعل، جزء من فيرب تو بي ثم تصريف ثالث. لو الجمله بريزنت سمبل مضارع بسيط يبقى هجيب ام واز وار والبي بي، لو الجمله بريزنت كونتينوس مضارع مستمر ام واز وار وبينج بلس البي بي، مضارع تام هاف وهاز وبين والبي بي. طب لو الجمله لو الفعل اللي عندي بيجي بعديه انفينيتيف ويل وكان وكود وماي ومايت هجيب بي والباست بارتيسيبل. طب لو هو عندي من الافعال اللي بيجي بعدها تو والمصدر هجيب تو بي والباست بارتيسيبل. ان
مبسوط جدا انا كنت مع حضرتك النهارده مستر احمد. مبسوط حضرتك يا دكتوره فاتن، واستفدنا وتعلمنا حاجات كتير، وبنرجو من كل الطلبه والطالبات انهم يتابعونا على صفحه مدرس على الهواء على اليوتيوب ومدرس على الهواء على الفيس. ومستر محمد منصور تحياتي لحضرتك. تحياتي يا مستر. واستنونا الحلقه الجايه لغه عربيه، محدش يروح في اي حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.